مرحبا. الظروف الصحية في قطاع غزة عم تروح من سيء لا أسوأ بسبب الاستهداف المباشر للاحتلال في حرب الإبادة لكافة مقومات الحياة الأساسية وبالذات للقطاع الصحي. من 27 أول لحد الآن استشهد على الأقل 337 من الطواقم الطبية، واعتقل الاحتلال ما لا يقل عن 99 من الكوادر الصحية واللي هم محتجزين في أماكن وظروف غير معروفة. من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة يبقى فقط 15 مستشفى يعمل بشكل جزئي، أي خرج 21 مستشفى عن الخدمة بشكل تام. من أصل 72 عيادة رعاية صحية أولية خرج 59 عن الخدمة، يعني بضل 13 يعملون بشكل جزئي. المرافق الصحية الباقية بنحكى إنه بتشتغل بشكل جزئي بسبب النقص الحاد لكافة المعدات والوقود، ما يؤدي لنقص كهرباء ونقص طعام ونقص أدوية ونقص حتى سيارات نقل وإسعاف، وهذا بسبب الحصار المحكم على غزة واللي عم بفصل ما بين غزة والعالم الخارجي، وبفصل حتى بين المناطق داخل قطاع غزة بحيث انه بصير صعب التنسيق لتوصيل المساعدات اللي عم تدخل بالذات لمناطق شمال قطاع غزة بتواطؤ تام من المؤسسات الدولية، و بسبب كمية المساعدات اللي عم بنسمح لها تدخل اللي هي كتير أقل من الحاجة الماسة. الظروف المعيشية كمان عم بتروح لمناحي أسوأ وأسوأ. بالأيام والأسابيع الماضية شفنا زيادة للفيضانات بسبب الأمطار الشديدة اللي عم تنزل، وبسبب عدم القدرة على ضخ المياه العادمة هذا بشكل خطر على تلوث مياه الفيضانات اللي بتكون ماشية في الشوارع، اللي بشكل خطر كتير كبير على انتقال الأمراض. الاكتظاظ اللي سببه التهجير القسري اللي أدى لنزوح 85% من سكان غزة بالذات من الشمال إلى الجنوب، بيؤدي الاكتظاظ اللي بشكل برضو خطر على انتقال الأمراض المعدية، وعم نشوف تزايد كتير كبير في هاي الحالات لا تصل مئات الألاف، 400,000 بتقدير وزارة الصحة في غزة هو عدد حالات الأمراض المعدية اللي صارت من بداية الحرب حتى الآن، اللي هي بتشمل الأمراض الجهاز التنفسي والإسهال وأمراض الجلدية وغيرها، وعم توصل لحد 24 ضعف المعدل المتوقع في منطقة زي قطاع غزة. كل هاي العوامل بتبين انه في استهداف ممنهج لكافة مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة وبالذات للقطاع الصحي.